قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. خلال فترة النهار تمر على الإنسان في حدود 25,000 خاطرة. أنت ما دمت مستيقظا فإن دماغك يعمل بالنسبة إلى كل ما ترى وبالنسبة إلى كل ما تسمع. هذا طويل وذلك عريض، وتحلل الأشخاص والأعمال والمواقف والحوادث مع نفسك. الإنسان عند الشيء في الروايات يسموه حديث النفس. حديث النفس هذا قد يكون إيجابياً وقد يكون سلبياً. حينما تلتقي بشخص ما لا تعرفه، قد تمر في بالك خاطرة سلبية بالنسبة إليه، قد تظن به سوءاً، قد تحلل وجوده في هذا المكان تحليلاً خاطئاً غير صحيح. المهم أن الإنسان ما دام هو في هجمة من الأفكار والخواطر، فإن هذه الخواطر وهذه الهجمة قد لا تكون دائما إيجابية، بل قد تكون سلبية تجاه مختلف الناس. حينما نظن شرا بأحد، بمعنى أننا لا نحسن الظن به، لأن عندنا حسن الظن وعندنا سوء الظن، بمجرد أن لا تحسن الظن بالنسبة إليه فمعنى ذلك أنك تسيء الظن. أحد الأمرين لا بد أن يكون عندك بالنسبة إلى من تلتقي، بالنسبة إلى ما ترى، بالنسبة إلى الحوادث التي تقع. تسمع خبر في مكان ما، مع نفسك تحلل هذا الخبر، إما بناء على سوابق تعرفها، وإما ابتداء. على كل حال، الإنسان عنده حسن ظن وعنده سوء ظن. الواجب علينا أن نحسن الظن بشكل عام، بمعنى أن الإنسان السلبي فاشل في حياته. الأفكار السلبية لا تنتج شيئا إيجابيا. الإنسان الذي دائما لا يرى الخير في نفسه ولا في الناس، دائما يفكر أنه هو فاشل والآخرون فاشلون. إذا سمع خبرا ما يعمم هذا الخبر إذا سلبي، وبالتعبير الذي نعرفه اليوم في ناس سلبيين، وحينما تستشيره في مشروع ما بداية يقول: لا، هذا المشروع ما ينجح، هذا المشروع فاشل، احنا غير قادرين على ان نعمل. هذا يسمى سلبي. الإيجابي لا، ليس الإيجابي من لا يرى المشاكل، انما يرى الحلول ايضا ولا ينظر الى المشكلة فقط. انت حينما تمر في الشارع أكو هواي مشاكل تمر بيها، احتمال الصدام بالأفراد، أنت تسوق السيارة احتمال الاصطدامات، الطريق في حفر. المهم أن تفكر إيجابي بدون أن تلغي
ما يمكن أن تواجهه من أمور غير سارة. أنت حينما تقوم بأي عمل يمكن أن تخطئ ويمكن أن تصيب، المهم أن تفكر في الإصابة من دون أن تلغي احتمال الخطأ، بس عينك على الهدف ومن ثم تفكر إيجابيا حتى توصل إليه. أفكار السلبية ما تجيب خطة ناجحة. يوم التي تضع خطة لعمل ما لابد أن ترى أن هذا العمل ينجح وأنت قادر على تحقيقه، وإلا خطتك ما تكون ناجحة. من يرى نفسه فاشلا لن يضع خطة ناجحة لنفسه. من يرى أنه قادر على أن يحقق أمرا ما فهو الذي يقدر أن يضع خطة إيجابية. من يرى كل الناس سيئين لا يمكن أن يتعامل معهم ولا أن يتعاون معهم ولا أن يقودهم ولا أن ينقاد إليهم. يرى كل الناس مزيرين، فنقدر ننجح وياهم؟ ما نقدر ننجح. شركة نقدر نفتح إذا كنا إيجابيين؟ نعم. في أثناء فتحنا للشركة مع الآخرين ستواجهنا مشاكل؟ نعم. لكن إذا كنا لا نرى أن باستطاعتنا أن نفتح شركة فعمليا من نتعاون مع الآخرين؟ المهم لابد أن نحسن الظن. السؤال بمن؟ بمن نحسن الظن؟ بداية لابد أن نحسن الظن بالله، لأن هنالك كثيرون لا يحسنون الظن بربهم، حتى أحيانا لا يرى حلا لمشكلته إلا أن يتدخل رب العباد من عالم الأمر لا من عالم الخلق، لكن مع ذلك لا يحسن الظن بالله. الله ما راح يسوي، ما يقول الله ما يقدر، يقول الله ما راح يسوي. عند مريض الأطباء قالوا هذا المريض ما يعالج، مأيوس منه، زين ادعو. يقول لا، شنو فائدة أدعو؟ الله ما يستجيب دعائي. تعرفون كثير من الناس حينما يدعون في قرارة نفسه يرى أن الله لا يستجيب له، بينما المطلوب وأنت تدعو أن تحسن الظن بالله، لأن الله وعد ادعوني أستجب لكم. وليست من سنة الله ومن عادة الله عز وجل أن يعد بشيء ويخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إذا دعوت الله ادعو الله وكأن حاجتك بالباب. حاجة عظيمة عندك، بس فكر هاي الحاجة هي بالباب، تحسن الظن بالله. من هنا يقول الإمام علي سلام الله عليه أنه لا يوجد دعاء لا يستجاب. ما في، ما في دعاء لا يستجاب. تقول أنا مجرب هواية دعوت الله، الله ما استجاب لي. طلبت زوجة صالحة ما حصلت، طلبت أولاد الله ما أعطاني، طلبت مال الله ما أعطاني، منصب الله ما أعطاني، نجاح الله ما أعطاني. شلون تقول ماكو دعاء لا يستجاب؟ قد لا يستجاب لك فيما طلبت، لكن رب العالمين يعطيك بدل عنا أحسن من هذا اللي طلبته. ولا أريد الدخول في قضية الدعاء، لكن يشبه أن ابنك يطلب من عندك سلاح، سيف، خنجر مثلا، مسدس. أنت ما تشوف من المصلحة تعطي هذا الشيء؟ يمكن يجرح نفسه، يمكن يقتل نفسه، يمكن يقتل الآخرين. ما تستجيب إلى فيما دعاك، لكن تشتري له كمبيوتر، استجبت له في شيء أفضل له. لابد أن نحسن الظن بالله. أنا عند حسن ظن عبدي بي، حسن ظن عبدي بي، فأول من يجب أن نحسن الظن بالنسبة إليه ونتجنب سوء الظن به هو ربنا عز وجل. أعطانا من دون أن نسأل، يعني يوم اللي نسأل ما يعطي؟ أنت تقول يا جواد يا كريم. الجواد هو الذي يعطي بدون أن تسأله، الكريم من يعطي وقد سألت طلبت منه، تطلب يعطي. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. اطلب، شنو تخسر إذا طلبت من عنده؟ واطلب شيء كثير يتناسب مع عظمته، مع كرمه، مع قدرته،
مع ما يريد لعباده من الخير، يعني اللي خلق لك الشمس والقمر والنجوم والبحار والجبال والوديان والأشجار والحيوانات والنباتات، تطلب من عنده حاجة صغيرة ما يرضي؟ هو اللي يقول أن كل الأشياء خلقها لك. على قضية نجاح في الامتحانات، منصب، زيادة راتب، زوجة، أولاد، بيت، سيارة، الله ما يعطيك؟ ليش يعطيك؟ أطلب من عنده. نعم ممكن اليوم ما يعطيك، باكر يعطيك. يمكن هذا اللي طلبته ما يعطيك، طلبت زوجة معينة، بنت معينة، أنت رددتها ما صارت نصيبك هاي البنية، واحدة ثانية صارت نصيبك أحسن من هذا اللي أنت طلبتها من رب العالمين. انظروا ما الذي يقول رسول الله. تعرف الأنبياء الأولياء رب العالمين إذا حلفوا مو لأنهم يشكون في أن بعض العباد ربما لا يحسنون الظن، لكن حلف هو إله، يعني يريد يثبت على نفسه. الشيء اللي النبي يقوله صحيح بدون حلف، لكن إذا حلف تأكيد 100% ماكو مجال للشك فيه. يقول والذي لا إله إلا هو، ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله. إذا واحد عنده أشياء زينة بالدنيا يكون أموره مرتبة بالدنيا، في الآخرة بالدنيا نجاح، في الآخرة فلاح. ما أعطي إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين. بسيطة هاي الأشياء، مو أشياء مستحيلة. تحسن الظن بالله. قال إجا واحد عنده فلوس، قال له من وين عندك؟ قال الله أعطاه. قال أنا أقول الصدق بابا الله أعطاه. تقول الصدق شنو يعني الله أعطاه؟ قال إيه أكو فرد واحد هنا تاجر يهودي طلبت من عنده أعطاني. قالوا إيه هسه صار. قال عجيب، أقول الله أعطى، من تقبلون؟ تاجر اليهودي يقول إيه هذا القصة صار، هذا صحيح. والله الذي لا إله إلا هو، ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له وبعد حسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين. لا تأذي الناس، الله يعطي بحكمته، الله يقدر يعطي. بس الله عنده مجموعة صفات كلها لازم تأخذها بعين الاعتبار، كريم لكن أيضا حكيم. إذا ابنك إجا قال بابا أنت كريم؟ أي نعم أنا كريم. اشتري لي مسدس. إذا ما اشتريت له يقول لك أنت بخيل؟ لا، لأن أنت بحكمتك تعرف مو من مصلحته أن تشتري لي مسدس. الله يقول إذا أخلاقك حلوة ومتأذي الناس اغتياب مؤمنين ما عندك وعندك رجاء وحسن ظن بي أعطيك خير الدنيا والآخرة. ما أعطى حقيقة، ما أعطى. الإمام علي سلام الله عليه عاش في الدنيا سعيد وفي الآخرة سلطان، ولا يجوز أحد الصراط إلا من بيده صك من علي. 5 سنوات حكم 50 دولة. ترى قليل أكو حكومات أو حاكم يستمر 5 سنوات. إذا استمر 5 سنوات مو على 50 دولة. كما يقول في خطبتي في وصف المتقين، ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم. هم عنده آخرة ما عنده دنيا. الله يعطي، الله يعطي الاثنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعدين النبي مرة ثانية يقول والذي لا إله إلا هو، لا يعذب الله مؤمنا، حلف النبي ده يحلف بلا إله إلا الله، يحلف لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه بالله. استغفرت بعدك تفكر الله ما غفر لك، ليش؟ ليش اليأس عن رحمة الله؟ ده يطوف حول الكعبة، سمع أحدهم يقول اللهم اغفر لي وإني أعلم أنك لن تغفر لي. قال ويلك ما ذنبك
قال أنا شاركت في قتل ابن بنت رسول الله في كربلاء. اللي سمع هو الإمام زين العابدين، واحد من قتلت والده، من قتلت الحسين، ده يطوف حول الكعبة ويقول اللهم اغفر لي وإني أعلم أنك لم تغفر لي. مفروض يعني الإمام يقول لي طبعا ما يغفر لك الله، سيد شباب أهل الجنة وذبحتوه وأسرت نساءه وحملت راسه. قال ليأسك من رحمة الله أكبر من ذنبك. ليش مأيوس؟ استغفر الله. والله الذي لا إله إلا هو لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه بالله وتقصيرا من رجائه له وسوء خلقه واغتياب المؤمنين. هناك الجانب الإيجابي جابه، هناك الجانب السلبي. والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن. ليش؟ لأن الله كريم بيده الخير، يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن الظن به ثم يخلفه ظنه ورجاءه. الله يستحي، الإنسان الكريم يستحي ما يطي. أنت عندك حسن ظن الله، الله يستحي ما يستجيب لك. هذا هم خلف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال فأحسنوا به الظن وارغبوا إليه. شو الفرق بين حسن الظن والرغبة أو الرجاء؟ أحسن الظن بالله ورجاء ربه، إلا بحسن ظنه ورجائه له. شوف بعض الأوقات أنت عندك في شيء داخلي أحسنت الظن بالله، بس رحت على واحد ثاني، طلبت من شخص ثاني، ما رجوته هو. أحسنت الظن بالله، الله يقدر، بس الله ما معلوم يطيني، خلي أروح على هذا جارنا، خلي أروح على فلان. طبعا هذا لا يعني أن نلغي الوسائل والأسباب، لكن مقدمة القضية أن تحسن الظن بالله وأن ترجوه. يقول تعالى أنا عند حسن ظن عبدي المؤمن بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يعني إذا أنت قلت رب العالمين اليوم ممكن ينزل علينا عذاب، في نفس الوقت اللي أنت، هذا ما يسمى سوء ظن، بمعنى أنك ترى أن الله عز وجل قادر واحتمال ينزل عليك عذاب. الله ينزل عليك عذاب، ينزل عليك عذاب. المطلوب شنو؟ أن تحسن الظن بالله ورب العالمين، ما يعطينا إلا الخير، واليوم خوش يوم، اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً. افتح عينك على ذكر الله عز وجل، كما أن الشمس تشرق عليك وتعطيك دفئها ونورها وضوءها وجاذبيتها تحافظ على الأرض التي أنت عليها، كذلك الله يجيب لك أشياء زيانة في حياتك. مثل ما أنت تدري بكرة الشمس راح تشرق، وعلميا احتمالا لا تشرق وارد. عجيب، ممكن الشمس بكرة ما تشرق؟ طبعا، أولا أمر الشمس بيد الله عز وجل، ثم الشمس بلا زمان ما كانت موجودة، في لحظة واحدة صارت موجودة. يعني إذا نفترض فرد واحد كان موجود قبل خلق الشمس، قبل خلق الشمس يشوف طول الزمان، طبعا ما له معنى الزمان قبل خلق الأشياء، لكن لنفترض أنه طول مليارات السنوات ما كانت شمس، إذا باكر ماكو شمس، الله خلق الشمس. هسه الشمس موجودة، باكر ممكن ما عندنا شمس، ممكن. الله يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، كل الكواكب يطويها مثل ما واحد يطوي له سجادة، ممكن بكرة. لكن مع ذلك عندك يقين باكر الشمس تشرق، ما شكل، مع أنه علميا احتمال الشمس لا تشرق، لكنك متيقن. لذلك تخلي مواعيد على بكرة، وبعض الأعمال تخليها على بكرة، وإلى آخره. فيما يرتبط بهذه الأمور، الشمس بيد الله، القمر بيد الله، الحياة بيد الله، وأنت عندك حسن ظن بالله في هذه الأمور، خلي يكون عندك حسن ظن بالله في أمور أخرى. لكن إياك أن تفكر بالشر، أن الله ينزل الشر عليك. الله إيه ينزل الشر عليك، ينزل، أنت اللي ردت. الحسن ظن
مثل فد فد شيء اللي يجذب الأشياء، مغناطيس. ما دام عندك مغناطيس وهناك على الأرض مسامير صغيرة، بس ما تخلي المغناطيس كل هاي المسامير المغناطيس يجذبها. حسن الظن بالنسبة إلى الحصول على حاجات الإنسان مثل المغناطيس. أحسن الظن تشوف حاجاتك كلها ترتبت ومشت وراحت وصارت. أن صديق الله يحفظه ويطول عمره ويشافيه سيد مرزوق العلوي من البحرين، رجل من الصالحين إنصافا، عزمنا عزيمة، ولد إجا فرش السفرة، قال هذا رقم 14 عندي، أنا عندي 14 من الأولاد. ذهبت إلى الإمام الحسين حينما تزوجت، قلت له أبا عبد الله أريد من عندك 14، فأعطاني 14، هذا رقم 14. أحسن الظن بالله ورجى الله وطلب من الله، الله مطلب. يجوني أحيانا بعض الأفراد إن ادعوا لنا بالذرية، صار لنا كذا سنة وما رزقنا بذرية. أحسن الظن بالله، ليكون في قرارة نفسك، لأن حسن الظن شيء داخلي مو بلسانك، واقعا حينما تدعو ترى أن حاجتك بالباب. الشكل لازم يكون حسن ظنك برب العالمين. زين، بالنسبة إلى الله هذا حديث طويل في الحقيقة، لكن ما أريد وايا نتوقف عنده. بالنسبة إلى الناس، الإيمان يتطلب منك أن تكون إيجابية. يعني البشر ما يقدرون ينجوك، بس الله هو يقدر. حينما يأتي الإمام الصادق سلام الله عليه ويقول دلني على ربي، يقول هل سافرت بالسفينة؟ هل انكسرت بك السفينة؟ قال نعم. قال له يوم اللي انكسرت بك السفينة قلبك وين راح؟ منو يقدر ينقذك؟ حيث لا منجي هناك في وسط البحر، ذاك هو الله. يعني أنك إذا لم تكن قادرا رب العالمين قادر، إذا البشرية ما يقدرون الله هو يقدر. لازم المؤمن يكون إيجابي بالنسبة إلى رب العالمين وبالنسبة إلى الناس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، خطاب للمؤمن. يعني الإيمان ما يجتمع مع سوء الظن، هذا معنى اجتنبوا كثيرا من الظن. ليش مو كله؟ لأن أحيانا سوء الظن مطلوب، بس راح نبين أحيانا ما تقدر تثق أنت مع العدو، لازم يكون عند حسن ظن. لا، مع المؤمن، مع المؤمنين مو مع العدو. أكو بعض الناس تشوف مع المؤمنين ما عنده حسن الظن، لكن والله فلان رئيس دولة غربية قايل فلان شيء، لا لا هذا ما يكذبون. شو ما يكذبون؟ كل حياتهم قائمة على الكذب، كل حضارتهم قائمة على الكذب. الاحتلال شنو كان يسموه عندنا؟ استعمار، حتى أن هاي الكلمة صارت وسخة عندنا، غير محببة. معنى كلمة استعمار الله مستخدمه في القرآن، خلقكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها. يعني الاحتلال البريطاني والفرنسي لبلادنا، هذا حقيقة كان دي يعمر البلاد، عمروا بلادنا. فدي يوم التقيت بقائد قوات الفرات الأوسط الجنوب كله، طبعا ما كان أمريكي، كان من بولندا، بمناسبة من المناسبات في قضية زيارة الأربعين والجانب الأمني، فهذا كان موجود في مكان. أنا ألقيت كلمة، ضمن الكلمة قلت يوم من الأيام أنتم تروحون، خلي يوم اللي تروحون بعض الناس يقولون صحيح إجوا ودمروا وقتلوا واحتلوا وخربطوا إلى آخره، لكن هم تركونا بعض الأشياء. قلت إحنا طبعا المكان اللي كنا كان محاط بالدبابات والملالات مالتهم، قلت إحنا دا نشوف دباباتكم، دا نشوف أسلحتكم، بس ما شفنا تراكترات جبتونا، هذه ما شفنا. جنودكم شفناهم، بس ما شفنا أولادنا تودوهم إلى جامعاتكم يتعلمون، ما جبتوا جامعاتكم إلى بلادنا. زين، حسن ظن بيهم وسوء ظن بالمؤمنين، هذا مو صحيح. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. زين، أنا أجى في بالي فرد شيء، هذا حرام؟ أي، لأن جذر الحرام، بذرة الحرام.
حينما تسيء الظن بأحد عشرات المعاصي راح تترتب على سوء الظن، عشرات المعاصي. يعني مثلا إذا أسأت ظنا بأحد أنه سارق تتعاون وياه؟ لا، الله يقول وتعاون، أنا ما أتعاون وياه. إذا أسأت الظن به تشهد له؟ لا، تعتبره مو خوش إنسان وتشهد عليه ولا تشهد، وعشرات من هذا النوع. إن بعض الظن إثم، بعض الظنون حتى ما لو ما طلعت إثم، هذا ذنب روحي. هذا مثل التكبر، اللي التكبر حالة نفسية يرى نفسه أكبر من بقية الناس، هذا حرام، مثل الحسد، مثل بقية الأمور. طبعا يمكن أن يقول شخص ما أقدر ألزم قدام نفسي لا أسيء الظن بأحد من الناس، عندنا حل إلى المهم. إذا بعض الظن إثم، إحنا لازم نترك سوء الظن بشكل عام. طبعا إن بعض اجتنبوا، أول شيء يقول بعدين يقول بعض الظن، أول هم يقول اجتنبوا وكل الظنون بعض. يعني بشكل عام يكون عندك 90% إيجابي مع الناس، مع المؤمنين، 10% احتمال جانب السلبي. لو قالوا لك في هاي المدينة أكو مرض إيبولا منتشر، هذا فيروس قاتل، وإذا دخل في جسم إنسان صعب معالجته، يعني خلال فترة قصيرة يقضي عليه، أو الإيدز موجود في هذا البلد، تروح له؟ ما تروح له. هم كل الناس عندهم إيدز، ولا كل الناس عندهم مرض إيبولا، صحيح، بس ما دام البعض موجود أنت تتجنب كله. لو هنا أنا مسطري لك كؤوس 20-30-50 كأس مخلينا هنا، فإجا واحد قال ترى دير بالك كأس من هاي الكؤوس في سم، كأس واحد تشرب واحد من عدم تتجنبه كله؟ بلا، ما دينا. في بعض الدول إذا أنت تدخل في تلك الدولة وعندك الفيزا مالتهم بالطيارة يعطوك فورم، يعطوك ورقة لازم تمليها من جملة. هل خلال الأسبوعين الماضيين كنت في فلان دولة إفريقية وفلان مكان في إفريقيا؟ ليش؟ لأنك بعض الأمراض منتشرة هناك، إذا كنت هناك لازم تكتب ويخلوك في القرنطينة، يحجزوك على طرف، يحسبون، يسووا لك فحوصات. مو كل الناس خو هناك راحوا وجابوا هذا المرض، لكن ما دام 1-3-4-10 كافي. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. زين، بالنسبة للناس، شوفوا الإمام علي عنده كلمة جميلة جربوها، يقول اقلع الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. أحسن الظن بالناس يحسن الناس ظنهم بك. أصلا خلي افترض في الواحد 50% خرط خربط، 50% خوش إنسان، 50-50. تعال عمي أنت تعامل مع 50 اللي هو زين، ليش تروح على 50 اللي هو زين؟ يعني إذا كنت، وهذا نحتاج إلى حقيقة قضية جدا مهمة، أنا وسماحة الشيخ، أنا وأنتم، نحن مع بقية المؤمنين 500 مليون على وجه الكرة الأرضية، عندنا اختلافات، بس الاختلافات مالتنا ايش قد؟ 10%؟ خلي 90% نتعاون ويا بعض. ليش اذا عندنا اختلاف 10% هاي 10% نسحبها على 90% وما نتعامل ويا بعض؟ انا ارى ان هذا 90% خوش انسان، 10% لا، خلي اتعامل مع 90%، خلي اتوجه الى الجانب الايجابي من عنده. على كل حال، في عبارة لطيفة للنبي، إذا أسأت الظن بالفرد، زين أعمل بسوء ظني؟ لا، تعمل به. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الخواطر السلبية، سلبيات اللي تجي في بالك لا ترتب عليها أثر. يقول ثلاث لا ينجو منهن أحد. أكو ثلاث أشياء كل الناس بشكل أو بآخر يمرون بها: الظن، سوء الظن يعني،
والطيرة. الطيرة يعني شنو؟ تشاؤم. الظن والطيرة والحسد. يا رسول الله شلون نعالج الثلاثة اللي تقول كل الناس يمرون بها في يوم من الأيام بالنسبة إلى بعض الناس؟ قال: فإذا أسأت الظن فلا تحقق، اترك وراها. بس هذا هم لي جانب تجسس ليلة أخرى نتكلم عنه. أسأت الظن به خير، إلا تروح تثبت عليه، تبحوش في القضية حتى تطلع من عنده. إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فأمضي. تشاءمت، ممكن هاي السفرة دا نطلع، أنا شفت الغراب دا يطير فوق، سمعت فرس صوت مال حيوان، ما أدري اليوم بديت أطلع برا، أشو الباب ما انفتحت علي، اليوم مو خوش يوم. أتصور إذا رحت بالسيارة رح نصطدم، رح نسوي لنا حادث. هذه طيرة، إنا أهل بيت لا نتطير ولا يتطير بنا. إنا تطيرنا بكم. الكفار كانوا يقولون للمؤمنين الذين أرسلهم عيسى بن مريم إلى أنطاكية: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. آخر شيء شنو قالوا؟ إنا تطيرنا بكم، أنتوا ناس جايين أعتقد وضعنا راح تخربط، اقتصادنا اقتصادكم ما كان عندهم، زراعتنا راح تكون بوار هذا العام كذا. ما يصير تطير، إذا تطيرت فأمضي. عندنا أحاديث كثيرة حول السفر في يوم أربعاء لا يدور، آخر أربعاء من الشهر يقول لك لا تسافر. أربعاء لا يدور يعني أربعاء بعد مرة ثانية ما يجي في هذا الشهر فلا يدور. روايات متعددة حول أنه لا تسافر يوم الأربعاء. يجي واحد عند الإمام الصادق يقول أريد أسافر بس هذا أربعاء ولا يدور، وأنا أعتقد إذا سافرت راح يصير بي شيء. قال له روح، لأنك تطيرت لازم تمضي. شنو نقعد احنا بيوتنا لا نشتغل لا نعمل لا نتحمل مسؤولية لا نحاول نحقق شيء في الحياة؟ والله احنا متشائمين، احنا متشائمين، احنا متطيرين، احنا نعتقد ما ننجح، ما اعتقد احنا نقدر نسوي فلان شيء. اذا ظننت فلا تحقق، واذا تطيرت فامضي. زين، واذا حسدت فلا تبغي. بغي لا تسوي، ظلم لا تسوي. حسدت فلان لا تشيل ايده تقول يا رب اخذ من عندنا، تسوي بالعكس. جاءتني امراه قالت: سيدنا انا حسوده مؤمنه طبعا، وحقيقه هواي حاولت مع نفسي ان هذا الحسد اودي. قلت لها: الحسد يعني شنو؟ فكرت ما تعرف. قالت: الحسد يعني تشوف الانسان، يشوف الانسان نعمه عند غيره يطلب من الله ويترجى هاي النعمه تروح من عنده. قلت لها: لمن تحسدين؟ قالت: احسد اختي، احسد اختي، اريد بلكي هاي تموت، بلكي هاي تصير فقيره. قلت لها: انت فقيره؟ قالت: ابدا، انا وضعي ممتاز وعندي زوجه وعندي اولاد وعندنا سياره، وضعنا المادي جدا ممتاز، اختي مو احسن من عندي. بس شيطان، شيطان. قلت لها: شوفي، كلام اللي اقدر اقول لك كلامين، كلام انه غيري، غيري هاي الحالة اللي عندك. قالت: ما اقدر. قلت لها: تقدرين بالايحاء، تقدرين، ما علينا، متى تقدرين؟ لا ترتبي اثر على هذا الحسد. كلما حسدتي اختك ارفعي يديك بالدعاء لها: اللهم اعطها اكثر من ذلك، اللهم اعطها عمرا طويلا، اللهم اعطها اولادا صالحين. بغي لا تسوي اذا حسدت واحد. ثلاث لا ينجو منهن احد: الظن يعني سوء الظن، والطيرة، والحسد. فإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فأمضي، وإذا حسدت فلا تبغي. سوء الظن شي يسوي بالإنسان؟ واحد اسمه الشقيق البلخ من أهل البلخ في أفغانستان، بلاد الإسلامية كانت تتكلم اللغة العربية للعلم،
باعتبار أن لغة القرآن عربية، ولذلك تغيرت لغات البلاد التي كان الإسلام يحكمها إلى اللغة العربية. لغة المصريين ما كانت عربية، لغة أهل سوريا لبنان ما كانت عربية، كذلك أفغانستان علماءهم كلهم لغتهم عربية، كتاباتهم عربية. ابن سينا مو عربي، إيراني. البخاري مو عربي. بعض الناس يجون يقولون أنتوا رايحين وراء العجم، يا عجم أئمتنا كلهم عرب، أنتوا اللي رايحين وراء العجم. إذا هذه مثلبة، لا نراها مثلبة، على كل حال بشر متساوين، وهي اللغات اختلافه ألسنتكم وألوانكم، هذا شغل رب العالمين، وهذا من أدلة وجود الله. المهم لوك احنا فوتوكوبي كنا من بعض، مو إرادة خاصة من الله لكل واحد منا، لغاتنا كانت واحدة، أشكالنا واحدة، مثل جهاز كوبي، مثل أي جهاز اللي ينتج أشياء متماثلة. على كل حال هذا البلخي يقول: ذهبت إلى الحج فنزلت في القادسية، في طريقي إلى الحج مريت القادسية، فرأيت الناس وقد تزينوا لابسين ملابس جميلة بكثرتهم، ورأيت هنالك شاب ضعيف من حيث الجسم، يعني شابا ضعيفا شديد السمرة حسن الوجه، عند ملوحة بس شديد السمرة، وفي رجليه نعلان، وقد لبس الصوف على ثيابه. فقلت: هذا من الذين يريدون أن يكونوا كلا على الناس، الناس لابسة ملابسها، بس أشوف يوم عيد شيء من هالقبيل. بعدين جالس منفردا في زاوية معينة، قلت: هذا لابد يطلب من الناس فلوس ويريد يكون كل على الناس، والله لأذهبن إليه وأوبخنه، ألومة مو أنصحه، لأوبخنه، قل له: قوم عمي ما بيك، شروع اشتغل. فجئته، فلما قربت منه وأنا لا أعرفه قال: يا شقيق، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فسألت عنه فقيل: موسى بن جعفر. يوم اللي واحد عند سوء ظن بالناس يمكن يسيء الظن بإمام معصوم، وهو من أئمة أهل البيت ومن عظماء قريش، في حياته كان عظيم بغداد، فكر هذا واحد صوفي زهدا كان لابس النعال، مو من باب يريد يبين للناس أنه فقير. تسيء الظن بالفرد فتحكم عليه، فرد واحد يبيع فواكه، شايفين عادة بياع الفواكه يطلعون بعض الفاكهة في صندوق خشبي خارج المحل مالهم حتى الناس يشوفون، يجي داخل الدكان يشتري، وإذا به يرى صاحب هذا الدكان، هذه قصة حقيقية مو من التاريخ حديثا، شافر الطفل إجد يركض، دخل إيده داخل صندوق بيه تفاح، شال فرد تفاحة، شرد، ركض وراء، صيح عليه، وذاك ده يمشي، صيح عليه، الولد تخربط، بيمشي بالشارع، ما التفت إلى السيارة اللي تمر، ضربت السيارة، قتلته، شاف فرد كرة بيده وقعت من إيده، خطية، الكرة مالته كانت واقعة بالصندوق، كرة يدوية ده يلعب بيها، إجا أخذ الكرة مالته وراح، هذا فكر بال تفاح وركض وراء، قتل طفل. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.